أترحم على شهدائنا وعالجوا الشفاء للجرحى. بفتكر أهم رسالة البحث عن السلام. السلام السلام السلام. الأولوية للسلام. وسعيدة جدا بوجود كل أطياف الشعب السوداني. شكرا للي تحملوا مشقة الحضور باكرا، ورغم يعني الفساد والأعداء قالوا ناشرين في الفيس غير موعد الرحلة عشان يتوهوا الحبايب، لكن احنا بنقول لهم الرسالة وصلت. كتر خيركم كلكم. وجود اخوتي بالذات اساقفة الكنائس اكبر رسالة لأهمية السلام والتعايش السلمي في السودان. سعيدة بكل هذا التنوع الإثني والطبقي والعمري والجندري اللي تواجد معايا اليوم. أفتكر كل الأطراف السياسية لابد أن تتحمل المسؤولية التاريخية لوضع الوطن مجددا في الطريق السليم. الموضوع لا مناصب لا مكاسب لا سعار في أي ناحية، وإنما الموضوع كيف السودان يرجع لعهده الزاهي ويستعيد عافيته ويبدأ في البناء والتنمية والمصالحات الاجتماعية مهمة جدا، وإيقاف كل الحروب. نرحب بأخونا الأستاذ محجوب أبو عنجة من قيادات المنافي برضو وصل معنا، أنا سعيدة بوجوده الليلة. الوضع السياسي الراهن معقد جدا فعلا، ويتطلب زي ما قلت لكم التحزم من كلا الأطراف عسكر ومدنيين لإنجاز الدولة القادمة اللي بنحلم بها. ولا بد أن تترابى كل الأطراف، ولا بد إنه يوسع المواعين المشاركة السياسية. ما في إقصاء، وفي الزمن القادم ده ما في زول بيسكت. فنتمنى إنه القيادات السياسية تكون على وعي بالمرحلة القادمة. مدنية أخونا قال نحلم بمدنية. لا معلش، ما دخل مكينة دخل مكينة. مدنية دي كلام معلب. نحن في الهامش بنقول مدنية يعني شنو؟ مدنية يعني كل ألوان الطيف السياسي والعرقي تكون موجودة في المدنية. الحصل من قوى التغيير اللي باعوا هذا الشعار ما كان شعار فير، ما كان شعار فير. مدنية لا تعني أن يسيطر تجمع المهنيين ولا قوى الحرية والتغيير. مدنية التمثيل الحقيقي لكل المدنيين.